متعددة بتساعدكم تتخطوا هاي المرحلة الصعبة من حياة الشركة. بحب هلا أترككم مع المدربة اللي معنا اليوم اللي هي مايا مرجي. مايا عندها خبرة 24 سنة بالقطاع المصرفي، فإن شاء الله تقدر تعطيكم كثير من خبرتها وتستفيدوا بهالجلسة وتستمتعوا فيها. مايا you can start. شكرا جريس، وبدون صباح الخير للكل، وكون على وقتكم معنا. ما قالت جريس، هو الويبينار او ندوه الكترونيه عم نعملها نحن الاي اف سي، المؤسسه التمويل الدوليه، بالتعاون مع بنك الاتحاد بهيدي المرحله اللي هي مرحله صعبه. الكوفيد 19 اثر على كل اقتصادات العالم مش بس على الاردن، وبعرف قد ايه اثر على المؤسسات الصغيره والمتوسطه بالاخص. قريت تقرير مش من زمان عن الأردن إنه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل حوالي 95% من القطاع الخاص، يعني أنتوا عصب الاقتصاد الوطني. فاليوم أول خطوة عم تعملوها هو إنه تشاركوا بهيدي الندوة لتقدروا تشوفوا شو هن النصائح وكيف تقدروا تصمدوا وتنجحوا بهيدي الفترة الصعبة اللي هي عليكم. ميرسي لكم انه عم بتشاركوا معنا. بحب اعرف عن حالي، انا مايا مرجي. مثل ما قالت جريس، عندي 24 سنه خبره بالقطاع المصرفي بلبنان. اخر 17 سنه كنت عم بشتغل مع البي ال سي بنك، وكنت مسؤوله عن الماركتينج وتطوير المنتجات المصرفيه، وبالاخص تطوير اعمال الشركات الصغيره والمتوسطه، وبالاخص كمان الشركات اللي بتتعاطى النساء، اللي بتملكها شركات صغيرة والمتوسطة اللي بتملكها النساء. سو كان عندنا بروجرام للوومن بانكينج، وأنا كنت عم ديره للبروجرام. اليوم رح نحكي كيف فينا نصمد أكثر بهيدي الفترة الصعبة اللي هي عم تمرق على الكل. بدي أطلب منكم مثل ما قلت قبل، يكون في مشاركة كثيفة أكيد، وتشاركونا بكل خبرتكم وكل الأسئلة اللي بتحبوا تسألوها. بس بدي أتمنى عليكم أنه تكتبوها على الشات بوكس. بدي بليز الكل أكيد يكون كاتم الميكروفون لما يصير لنقدر نسمع بعض. وبرجع بشكركم على مشاركتكم معنا. أول شيء بحب إذ أنه على الشات بوكس الكل يعرف عن بعضه، عن حاله، الاسم ونوع النشاط التجاري اللي بتملكه. على الشات بوكس بليز إذا بتكتبوا لنا الاسم ونوع النشاط التجاري اللي بتملكه. الهام، أنا إجيت مش من زمان على الأردن سنة الماضية بآخر السنة، واشتريت منتجات من البحر الميت. أنا كثير ممنونة، يعني تحسن وضعي شوي. أهلا وسهلا فيك بمشاركتك معنا. ماري كلير كمان أهلا وسهلا فيك. عندنا كثير اجوبه على الشات مايا. عندنا احمد ابو داوود، سوفت وير ديفلوبمنت، احمد رماوي، موبايل اب ستارت اب، خديجه، ليرنينج اند ديفلوبمنت، نسرين، سوشيو ايكونوميك كونسلتنج فيرم، اسيل اكاونتنت،
جفرة بلاستيك اندستريز كومباني، سو عندنا اكثر من اندستري كلها مختلفه. diversified يعني عنا تنوع بالقطاعات اللي من شركة معنا. أهلا وسهلا فيكم كلياتكم، لكن رح كفي بالبرزنتيشن. مثل ما قلت إنه اليوم أهم شيء نعمله لنقدر نصمد بهاي الفترة الصعبة إنه نأمن الربحية لشركاتنا، وبدون الربحية ما بنقدر نستمر. اليوم بدنا نشارككم بأفكار وبأفكار مبتكرة لنقدر نساعدكم لتصمدوا بهيدي الفترة الصعبة. أهم شيء إنه يكون في عنا خطة استراتيجية ونغير شوي بنموذج الأعمال لنقدر نتعاطى مع الوضع الحالي ونشوف كيف فينا نضلنا مستمرين. بدي أطلب منكم هلأ إذا بتريدوا الكل توثقوا فيي، تغمضوا عيونكم وتتصوروا نشاطكم التجاري عم بيزدهر وعم بينجح على الرغم من فترة الوباء. ياخذوا a few seconds، بعض من الثواني، غمضوا عيونكم وتصوروا نشاطكم التجاري عم يزدهر وينجح على الرغم من فترة الوباء. وبدي اياكم تسجلوا ملاحظات عما بدا لكم في رؤيتكم. شفتوا كيف شفتوا نشاطكم التجاري عم يزدهر؟ شو اللي تصورتوا؟ عم بتكبروا أعمالكم، عم بتوسعوا أكثر، عم تفتحوا فروع أكثر، عم بتزيدوا منتجات. بليز اكتبوا لنا على الكيو ان اي، خلينا نشارك بعض كيف شفتوا الفيجن أو التصور تبعكم بنشاطكم عم يزدهر. يلا بدنا مشاركة كثيفة. أنس بيحكي وجود مستثمرين أكثر من الخارج. زبائن كثير مثل ما قالت رانيا. إلهام increasing in online sales, new markets we're working on these days. To other countries abroad. A lot of training delivered online. تحسين بالموبايل ابلكيشن. كلن هيدا وقت التكنولوجي باي ذا واي، انه من هلا للمستقبل كل شيء رح يكون مبني على التكنولوجي. بلكي هيدا اكثر قطاع رح يكون فيه sustainability او استمراريه واستدامه. Very good ideas الكل. اللي بدي اقول لكم اياه انه هيدي اول خطوه لنجاح اعمالكم. اليوم الفشل تبع الشركات الصغيره والمتوسطه انه صاحب الشركه ما عنده رؤيه، ما عنده strategic plan، ما بيعرف. ولما الشخص ما عنده فيجن، ما بيعرف لوين بده يوصل، ما رح يكون في نجاح بطبيعة الحال. يعني هيدي أول خطوة لتنجحوا أعمالكم. الفيجن أو الرؤية للنجاح رح تقدر تخليكم إنه تخططوا استراتيجيكلي لتقدروا تحسنوا أعمالكم وتأمنوا الربحية وتقدروا تستمروا بأعمالكم. من هلأ صح أنه هلأ عم نبلش هيدي الخطوة بفترة الكوفيد، بس هيدا النجاح رح يستمر معكم لبعدين وعلى اللونج تيرم. اليوم مواقع الإلكترونية رح تكون، رح نتعرف أكثر على الربح وعلى طرق لزيادة الربح. شو هن الاعتبارات لما بتكونوا بدكم تنقوا الاوبشنز او الخيارات اللي بتكون افيلبل لكم او المتاحه لكم؟
رح يكون بمقدوركم انه توضحوا الفرق بين الربح والربحيه والمبيعات والسيوله النقديه. رح يكون قادرين انه توضحوا قائمه توضعوا سوري قائمه بالسبل الممكنه للتحايل على الجائحه وتخطيها بهدف التحكم بالتكاليف وزياده المبيعات واداره التسعير. يعني رح نحكي اكثر كيف تقدروا تخففوا الكلفه، كيف تقدروا تحسنوا المبيعات، وكيف تقدروا تسعروا بطريقه افضل بهيدي الفتره ولا بعدين. ورح تقدروا تحددوا النقاط اللي بينبغي مراعاتها عند انتقاء الخيارات البديله. اليوم هيدي الازمه لازم كلياتنا نتاقلم معها بطبيعه الحال، وبدنا نخطط للمستقبل مثل ما قلت، لانه صح انه هلا عم نفكر كيف نحسن اعمالنا، بس هيدا البلان او هاي الخطه الاستراتيجيه رح تبقى معكم لبعدين لتامنوا نجاح افضل. شو الاستفاده من التغييرات من اجل تضخيم الربح؟ لازم تضلوا تامنوا الربحيه، لانه بدون الربحيه ما في استدامه طبيعه الحال. والنظر للأزمة كفرصة ونعمة، هون بدي أقول إنه في باربرا كوركوران اللي هي مليونيرة أمريكية سوري، بتقول هيدي الجائحة هي فرصة بالنسبة لك لتسترجع أنفاسك وتضع خطة للسنة المقبلة لنشاطك التجاري، لأنه اليوم أعمالنا خفت، مبيعات خفت، هيدي فرصة إنه نفكر ونشوف شو فينا نعمل. واللي عم تعملوه اليوم بمشاركتكم معنا بهيدي الندوة رح تقدروا توصلوا للخطة اللي بدكم إياها للنجاح الدائم. أول شيء لاستمرارية النشاط التجاري خلال الجائحة، لازم بالمدى القصير بالشورت تيرم وهلأ نحلل ونعمل، يعني تو اكت. اول شيء اكيد بدنا نركز على صحتنا وعلى رفاهنا الشخصي، لانه بدون الصحه السليمه ما بنقدر نفكر وننطق ونقدر نوصل لنتيجه. ثاني شيء بدنا نركز على موظفينا، لانه هن اللي بيساعدونا اكيد بهيدي الفتره لننجح اعمالنا، لانه ايد وحده مثل ما بيقولوا ما بتزقف، فكل ما نتعاون مع موظفينا كل ما نوصل لنتيجه احسن. بدنا يكون في تواصل فعال مع موظفينا ومع زبايننا. بدنا نحلل الاثر على العملاء، كلنا بنعرف انه تغيرت الاوضاع وانه بدنا نفكر كيف بدنا نحسن مبيعاتنا، مثلا انه ننقل مبيعات على الانترنت. ولما بننقل مبيعاتنا على الانترنت مثل ما قلت قبل، لانه اليوم الاونلاين مش بس للفتره الجايه بس للمستقبل كمان، بدنا نحلل الاثر على المدفوعات وعلى القروض البنكيه والاثر على التحصيلات، وكمان نحلل الاثر على سلسله التوريد والانتاج، لانه مثل ما كلنا بنعرف كله تغير. وبدنا نفتش على طرق لتحويل الازمه لفرصه مثل ما حكينا قبل. الخطة للثلاث أشهر الجايين بدنا نطبق إجراءات فعالة بما يخص إعداد التقارير المالية والمراقبة، لأنه هيدي الفترة هي لنرجع نراجع حساباتنا ونشوف شو فينا نخفف من تكاليف وشو فينا نحسن من مبيعات وكيف فينا ندير أعمالنا بطريقة تنجحنا أكثر. وبدنا نستكشف خيارات نماذج أعمال جديدة أو new business models. يعني بعطي مثل صغير مثل ما قلت قبل، إذا اليوم ما عنا أونلاين أهم شيء نعمله إنه نخلق هيدا الويب سايت والإي كوميرس ونقدر نبيع منتجاتنا وخدماتنا عبر الإنترنت. الخطة العمل للست شهور أو 12 شهر الجايين بدنا نراجع التأمين. اليوم أكيد في عروض أرخص وأوفر بالسوق، لانه الكل عم بفتش على طرق ليقدر يبيع احسن، فلازم نشوف شو في عنا اوبشنز او خيارات لتامين اوفر. بدنا نوضع صندوق طوارئ دائم، لانه من بعد الكوفيد كلنا صرنا بنعرف انه رح يضل في عنا طوارئ، بده يكون في عنا انكم معين لنقدر نتحمل اي طارئ بيصير علينا. وبدنا نعزز وبدنا نغير نموذج الاعمال مثل ما حكينا.
أول شيء هلأ بدي أذكركم بمفهوم الربحية. بعرف إنه الكل بيعرف شو الربح وشو الربحية، بس للتوضيح، اليوم شركة بتعمل بتبيع تقريبا لنقول ب 10,000 دينار أردني بالشهر، وعندها مصاريف أو نفقات بحوالي 8,000 دينار، شو بيكون الربح؟ طبيعة الحال 2000 دينار هو الربح لهيدي الشركة. أما الربحية هي عبارة عن الربح مقسومة على المبيعات ضرب 100%. يعني الربحية بهيدي الحالة أو بالمثل اللي أعطيته بيكون 20%. هيدا الفرق كتير ضروري إنه تعرفوه، لأنه الربحية هي على المدى البعيد، بتشكل أو بتكون مؤشر على فعالية المؤسسة وعلى نجاح المؤسسة. أما الربح هو short term أو للمدى القصير. لأوضح أكثر، عندنا الربح هو الفائض النقدي لنشاط تجاري بعد خصم جميع النفقات مثل ما قلنا قبل. المبيعات هو الدخل المتأتي من بيع السلع والخدمات. السيولة تمثل الأموال الحقيقية المتوفرة. بالمثل اللي أعطيته قبل، الـ 2000 دينار أردني هن بشكل الربح، أما المبيعات هن الـ 10,000 دينار أردني. أما السيولة مش بالضرورة إنه هال 10,000 دينار أردني اللي بعنا فيهم قابضينهم كلهم أو معنا إياهم بإيدنا. ممكن يكون عندنا حسابات قبض بعد ما قبضنا كل المبلغ الإجمالي للمبيعات. مهم إنه مش معنى إذا بعنا كثير يعني عم نأمن ربح، لأنه أنتم بتعرفوا إنه ممكن يكون عندكم expenses أو تكاليف بعدكم ما سددتوا حقها، ممكن يكون عندكم قرض بعد كمان ما دفعتوه. فضروري دايما إنه نأمن المبيعات اللازمة والربحية اللازمة ليضل في استدامة. نفس الشيء مثل ما قلنا للسيولة النقدية، مهم إنه بهيدي الفترة نلاقي طريقة إنه نخفف حسابات القبض ليضل في عندنا سيولة بين إيدينا. حلول بديلة من أجل التحكم بالتكاليف. أول خطوة لازم نعملها هي إنه نخفف التكاليف بهيدي الفترة. في أسألكم إنه تعطوني شو هن الخيارات لخفض أسهل التكاليف الجارية للتنفيذ؟ يعني شو هن التكاليف اللي برأيكم بهيدي الفترة سهلة إنه تخففوها؟ كهرباء مثل ما قال إجا. أجارات، هلا الأجارات شوي أصعب من غيرها بلكي، لأنه يمكن يكون عندكم لونج تيرم كونتراكت، بس في طرق إنه تقدروا تخففوا الأجارات، مثلا كو شيرينج، يعني إذا بتقدروا اللوكيشن تبع عملكم انه تشاركوها مع مؤسسة تانية او شركة تانية. ما عندنا مشاركة، مين بعد بيعطينا شو هن اسهل التكاليف اللي ممكن تخففوها بهيدي الفترة؟ وشو هي الخيارات المبتكرة او الكرياتيف اللي اتاحتها الجائحة من اجل مساعدتك في تقليص التكاليف؟ في عنا أمينة بتحكي الكماليات نلغيها والشراء بالجملة. المصاريف المتكررة
الصيانات، تكاليف الرواتب كمان، الكل تأثر بهيدي الفترة. لكم إياه إنه لتقدروا تحطوا خطة كاملة، جمع الخطة كاملة للتكاليف اللي بشركتكم أو بأعمالكم، لازم تقدروا تصنفون لثلاث فئات. أول فئة هي تحديد التكاليف العامة أو General Expenses. ثاني شيء تحديد تكاليف المواد، يعني الانفنتوري او المخزون والمواد الخام. ثالث شيء تحديد تكاليف العاملين، يعني الموظفين مثل ما حدا قال رواتب. لما بتصنفوا التكاليف بتكونوا عم بتغطوا كل التكاليف الوارده لاعمالكم، بدكم تحللوا هدول التكاليف وتشوفوا كيف تقدروا تخففوها. ومثل ما قلنا بهيدي الفترة في عروض كثيرة بالسوق، لأنه الكل عم يجرب طرق ليحسن مبيعاته ليحسن ربحيته. فرجعوا عيدوا النظر بكل التكاليف اللي موجودة عندكم وشوفوا كيف تقدروا تخففوها بأقل الأضرار الممكنة، لأنه أكيد بدكم ضلكم عم تنتجوا. في عنا استراتيجيتين لتخفيف التكاليف. أول استراتيجية إنه تبدأوا بالتكاليف الكبرى، وثاني استراتيجية هي البدء بتخفيف أسهل التكاليف. اليوم لتقدروا تحددوا التكاليف الثلاثة الكبرى، ممكن تكون أكيد الأجارات، ممكن تكون الكهرباء، ممكن تكون المواد الخام، بس ضروري إنه تقدروا تحددوا شو هن هدول التكاليف وتبلشوا تشتغلوا عليهم. وتاني شيء انه توضعوا قائمة بأسهل التكاليف الممكن تقليصها، وأكيد بدء بتخفيفها. اسألوا حالكم أسئلة مثل كيف في خفف مثلا تكاليف الماركتينج، لنعتبر عم تعملوا دعاية أو عم على التي في أو على الراديو. بلكي احسن شيء تعملوا انه تروحوا على السوشيال ميديا او التواصل الاجتماعي وتلاقوا طرق انه توصلوا لشريحه عملائكم بطريقه اوفر، لان كلنا بنعرف انه الاونلاين اكيد ارخص. بلكي تقولوا كيف في يخفف بفواتير الكهرباء والمي والتليفون. بلكي تقولوا ممكن انه خفف بتكاليف الموظفين، بس بدون ما اتطرق لانه فلل حدا، لانه اليوم لترجعوا لما بيرجع اعمالكم تتحسن كثير صعبه انه ترجعوا تلاقوا الخبرات اللي انتم عايزينها. فبلكي بتقلبوا من كلفه معاشات شهريه لمعاشات جزئيه مثلا او اسبوعيه او حسب الساعه قد ايه بيشتغل الموظف، لتقدروا تأمنوا استمرارية. ولما بيرجع الشغل لمحله بترجعوا بتدفعوا معاشات مثل ما كنتوا قبل. مثل ما قلت قبل بدكم تشوفوا التأمين، كيف فيكم تخففوا بمصاريف التأمين وتستفيدوا من عروضات اللي موجودة بالسوق. لكن التكاليف في عنا نوعين، ومثل ما انتوا كلكم بتعرفوا نوع تكاليف ثابتة ونوع تكاليف متغيرة. اليوم التكاليف الثابتة مثل ما قلت بمثل المعاشات تقدروا تحولون من معاش ثابت شهري لجزء بالساعة مثلا أو بالجمعة أو حسب قد بيشتغلوا. شغلة تانية ممكن تعملوها outsourcing، يعني الاستعانة بمصادر خارجية. لما نقول استعانة بمصادر خارجية اعتبروا عندكم موظفين يتعاطوا بالماركتينج سيبتين، ممكن تحولوا هيدول الموظفين انه يشتغلوا سيلز بالمبيعات او يشتغلوا بالتوزيع او يشتغلوا بشيء ثاني عندكم بالشركه، وتقدروا تستخدموا شركه مصادر خارجيه لتقدر تعملكم الماركتينج تبعكم. هيك بتكونوا عم تتكلفوا بس على الفتره اللي انتم عايزينها بالوقت المحدد، بتكونوا عم تخففوا مصروف. شغلة تانية ممكن تكونوا عم تعملوا تقلبوا لشيء اسمه use based
cost model، يعني نموذج التكلفة القائم على الاستخدام. يعني عايزين تشتروا مكنة، بلا ما تشتروا المكنة بتقدروا تستأجروها وتدفعوا بحسب الاستخدام. يعني التكلفة قائمة على استخدام المكنة ومش إنه تشتروها وتبقى عندكم. إيجاد بدائل أرخص، مثل ما أعطينا أمثال، اليوم في عروض كثير بالسوق. أي عناصر غير مستخدمة، ممكن يكون عندكم مكنة ما بقى تستعملوها، هيدا الوقت إنه تشوفوا شو عندكم تقدروا تبيعوه لتفقوا مدخول. تتشاركوا المكان أو الإيجار مع الآخرين، هيدا المثل اللي أعطيته قبل. في كتير عالم بدها توفر على حالها بهيدا الوقت، فشوفوا مين موجود ومين مستعد إنه يتشارك إيجار معكم. تقليص النفقات العامة وخفض عدد العاملين أو إعادة توجيههم، كمان مثل ما أعطيت المثل قبل. تأجيل الشراء واستبدال بالاستئجار. أما تحسين التكاليف المتغيرة، كلنا بنعرف أن التكاليف المتغيرة مبنية على مباشرة على الإنتاج. يعني كل ما نكون عم ننتج أكثر، كل ما التكاليف المتغيرة بتكون عم بتزيد. بهيدا الوقت مش بس بدنا ننتج، أكيد بدنا نلاقي طرق لنبيع أحسن. بدنا نخفف زمن حسابات القبض، لأنه هاي الفترة لازم يكون في عنا مصاري بإيدينا. وبدنا نمدد زمن حسابات الدفع بطبيعة الحال، مثل ما أعطينا مثل قبل. وبدنا نخفض استهلاك الطاقة بأي طريقة ممكنة. شو هي استراتيجية لتقليص التبذير؟ هون بدنا نجري جولة تفقدية للوقوف عن التبذير من خلال البحث عن الموارد التي لا تقدم أي قيمة مضافة. بدي أعطي مثال، ممكن يكون عندنا باكيجينج أو تعبئة أو تغليف عم بتكلفنا زيادة عن اللزوم، وبهيدي الفترة ما عم بتزيد أي قيمة مضافة على منتجاتنا، بدنا نعيد النظر فيها. بدنا نشوف نوع العمل، يمكن في عنا موظفين كمان عم بيشتغلوا نوع عمل ما عم بيزيد أي قيمة مضافة لأعمالنا. ممكن يكون في عنا دوبليكيشن أو أنشطة مزدوجة أو متكررة، كمان بدنا نعيد النظر فيها. وضع قائمة بالمجالات التي يمكن إدخال بعض التغييرات عليها، لأنه بهذه الفترة لازم نقلل من الأخطاء، نوفر الوقت والمال، وأكيد تقليص أو تخفيف أو إعادة استخدام وإعادة التدوير. هيدول كلهم نصايح وإرشادات ممكن تساعدنا إنه نخفف كل التكاليف. أما بدنا ننقل كيف بدنا نزيد المبيعات، لأنه هيدا تاني شيء بنقدر نعمله لنحسن بأعمالنا. أو السؤال اللي بدي أسأل بليز، بتاخدوا بعض من الثواني انه تجاوبونا على هالسؤال: ما هي الاحتياجات الجديدة لعملائك خلال فترة الوباء؟ ما الذي يمكنك أن تقدمه من أجل تلبية الاحتياجات القائمة والجديدة لعملائك؟ نجود، I cannot see the chat. في عزبك لو بتقرأ a few. Sure. Anna Musa بحكي, they're asking for longer credit periods. Khadija says safety. Lower prices. Delivery services. We have online meetings and online advertisements. توفير خدمات إلكترونية جيدة. أهم شيء إنه نبعد عن إنه نأمن التباعد الاجتماعي، لأنه كلياتنا خايفين على صحتنا، وما حدا بقى بده يكون متواجد شخصيا. فمثل ما قلنا قبل، الأونلاين إن كان تريننج أو بيع منتجات وخدمات أو أدفرتايزنج مثل ما قلتوا. اللي بدي أقول لكم إياه التالي: شو كيف فينا نزيد تدفقات النقدية والمبيعات؟
أول شيء تسهيل عمليات الشراء بالنسبة للعملاء مثل ما البعض اقترح عبر الإنترنت أو الهاتف. بس بدي أقول لكم شيء، مثلا في عندي شخص بعرفه بلبنان عنده مطعم، ومطعمه كان ناجح بس بطبيعة الحال وقف شغله بفترة الجائحة. اللي عملته شافت وين راحوا كل هاللبنانيين بفترة الصيف، وين رايحين يصيفوا، سكرت مطعمها ببيروت ونقلت على المصيف بالجبل، وين بتعرف انه رح تقدر تزيد مبيعاتها ورح تقدر تحسن من ربحيتها بهيدي الفترة لما تضلها بلا شغل. يعني مش بس عبر الانترنت، بس نقلت فيزيكلي من محل للتاني بلبنان. في تسهيل توصل العملاء بالمبيعات، يعني التوصيل والتزويد، تيك اواي او تحديد مواقع الاستلام مثل ما البعض اقترح. كمان بدي اعطي كمان مثال تاني، في حلاق كان يشتغل دوام كامل 10 الصبح لما صارت الجائحة صار يتلفن لزباينه ويمرق يعطيهم مواعيد ويمرق على البيوت، حاطط كمامة أكيد وكفوف ومعقم كل الأغراض، يقص لهم شعرهم، وكان يقبض أكثر بكثير مما يقبض لو راحوا لعنده على المحل. يعني ما حدا وقف واستسلم للوضع، الكل لقى طرق جديدة ليقدر يأمن الربحية. تسهيل الدفع بالنسبة للعملاء، أكيد نفتش على طرق دفع متعددة، ممكن يكون كريدت كارد أونلاين، ممكن يكون موبايل بيمنت، إعادة توظيف المنتجات والخدمات والموظفين لتلبية الطلبات الجديدة. كمان عطينا المثال قبل، ممكن يكون موظف بالماركتينج بيصير بالتسويق أو بيصير بالتوزيع. كيف فينا نستخدم المعدات تبعولنا أو المونتاج لنصنع منتجات مرتبطة بالأزمة؟ رح أعطي مثل هون، كان في شركة مصنع يصنع الكحول او كحول، بهيدي الفتره قلب نوع منتجاته من كحول لمطهرات، من سنه لباقي المنتجات المرتبطه بالازمه. بيع حزم مسبقه الدفع، بطاقات الهدايا لتعزيز التدفق النقدي. هيدا الوقت، وهلا رح نشوف بعدين انه كيف فينا نعيد النظر بالتسعير، ممكن نكون نخفف بالسعر أو نبيع بطاقات مسبقة الدفع أو بطاقات هدايا. وبدنا نقدم تخفيضات وعروض واقتراحات لنقدر نحسن المبيعات. وصلنا على ثالث استراتيجي بنقدر نستفيد منها بهيدي الفترة، اللي هي التسعير. المنتج اللي نحن عنا اياه يكون بهيدا الوقت زاد الطلب عليه والانتاج عليه خف، فرح نلاقيها فرصه انه نزيد اسعارنا بطريقه عشوائيه ولنقدر نامن الربحيه. بس بدي انصح على عدم استعمال هيك استراتيجي، لانه بهيدي الفتره رح تكون التسعير اغلى بطريقه عشوائيه، ما رح تفيدنا، انما رح تاثر على الريبيوتيشن تبعنا او على سمعه شغلنا، ورح نخسر زباين على المدى البعيد. اللي لازم نعمله وضروري نعمله انه نراجع التسعير تبعنا، وممكن وبلكي بننصح انه نخفف السعر لنقدر نبيع كميات اكبر بهيدي الفتره. نستفيد من شغلتين، سمعتنا بتتحسن، الكاستمر بيس تبعنا او زبايننا رح يكتروا بهيدي الفتره ورح يبقوا معنا على المدى البعيد، لانه رح يقولوا رح يشوفوا انه انتم قفتوا حدهم بهيدي الازمه وما استفدتوا من الوضع وسعرتوا بطريقه منطقيه. كيف ممكن تسعروا؟ في عنا 5 اوجه، عندنا 5 أوجه لنموذج التسعير. عندنا العميل، خصائص المنتج، المنافسة، العلامة التجارية، بالبرزنتيشن التكلفة. وشفنا العميل وشو صار فيه تغيرات عنده،
بدنا نحكي اكثر لما بدكم تسعروا وترجعوا تعيدوا النظر بالتسعير، انه ضروري تشوفوا هالاوجه الخمسه لتسعروا بطريقه منطقيه لتستفيدوا اكثر وتامنوا الربحيه. رح اعطي مثل، نعتبر انه نحن عندنا مطعم بهيدي الفتره وكلنا بنعرف انه العميل صار عنده مشكله بالتباعد الاجتماعي وما حدا بده يعرض حاله للخطر، بهيدي الفتره رح تروحوا اونلاين وتأمنوا الدليفري دور دور. ممكن كمان تشوفوا ما زال العميل بهمه صحته، بلكي خصائص المنتج، بلكي المنيو تبعكم أو قائمة الطعام فيها أطعمة ما بيستفيد منها العميل هلأ إنه تضيفوا مأكولة صحية ممكن يكون بتتعاطى بالرجيم. كمان بدكم تعيدوا النظر بالمكونات، لأنه بهاي الفترة ممكن يكون في مكونات صار أسعارها أغلى بكثير من قبل، هيك بتكونوا عم بتوفروا بالكلفة. لازم تشوفوا شو عم تعملوا المنافسة تبعيتكم، لأنه بهيدا الوقت كله بده يحسن أعماله، كله عم بيلاقي طرق مبتكرة ليقدر يبيع أكثر ويستفيد من ربحية أحسن. لما بتوضعوا مثلا قائمة صحية وبتعيدوا النظر وبتشوفوا كيف فيكم تأمنوا ماسكات مثلا اذا الزبون فات لعندكم، سانيتايزرز او مواد التطهير، بتحطوا علامات باللوكيشن تبعكم اللي يكون في مترين بين عميل والثاني، بتكون عم بتحسنوا العلامه التجاريه وهيك بتحسنوا سمعه اعمالكم. ضروري انه تشوفوا كل التسعير من الاوجه الخمسه اللي حكينا عنهم. اخر شيء، شو هن الاعتبارات لما بتكون تنقوا الخيارات البديله؟ مثل ما نعرف بدنا نفكر باستمراريه العمليات خلال الازمه، لانه الكل تاثر ونموذج اعمالنا بدها تتاثر. توفر اللوازم خلال الجائحة وبعدها، ممكن يكون في مواد خام حنقدر نأمنها. حجم الطلب أكيد تغير وبدنا نشوف كيف بدنا نحسن بالمبيع. الأثر على العملاء الحاليين، الأثر على صحتنا، على عائلتنا، الأثر على موظفيننا كمان. بس هون دايماً بدنا يكون في مثل ما قلنا قبل التواصل مع موظفينا ليقدروا يعرفوا يتحملوا معنا ويصبروا ليقدر يتحسن أعمالنا. الانخفاض بتدفق السيولة النقدية، مثل ما قلنا قبل ضروري يكون في كاش بين إيدينا. فقدان الاستثمار أو عدم منح البنك للقروض، بعرف إنه في كثير ما ساندت مؤسساتهم أو عملائهم بهيدي الفترة unfortunately يعني. والأثر على سمعة الشركة على المدى البعيد، لأنه مثل ما قلنا السمعة كثير مهمة لاستمرارية أعمالنا والاستدامة. الخلاصة، أشكركم كثير على وقتكم معنا اليوم. حكينا مثل ما قلنا قبل عن الربح والربحية والمبيعات والسيولة وكيف فينا نخفف بالتكاليف ونحسن بالمبيعات، كيف فينا نعيد النظر بالتسعير، وشو اللي لازم الاعتبارات اللي عنا اياها عند انتقاء الخيارات. شو الخطوات التاليه؟ لازم نراجع كل الانشطه اللي حكينا فيهم هلا والمواد اللي شاركناكم فيها. لازم تشوفوا كيف تشاركوا صناع القرار الرئيسيين بشركتكم لتقدروا تحسنوا من أعمالكم وتحطوا بلان استراتيجي للمدى القصير والمدى البعيد، وتحطوا خطة التحكم بالتكاليف وزيادة المبيعات واستراتيجية التسعير مثل ما حكينا. بدي أقول لكم أنه هيدي الندوة كانت صمود يوم للنجاح غداً، في عنا ندوات أخرى بهمنا إذا لقيتوا استفادة من اللي عطيناكم إياه اليوم وتشاركونا بالندوات المقبلة.
وأفتح للسؤال والجواب. بدي أطلب من جود تعرض عليكم وتحكي معكم أكثر بمنتجات وخدمات بنك الاتحاد. جود تفضلي. Thank you Maya. أنا جريس معاكم كمان مرة. قبل ما تبلش جود كنا حابين نسألكم شوية أسئلة، بعديها جود رح تحكي أكثر عن البرودكتس والسيرفيسز اللي ممكن تفيدكم ببنك الاتحاد، بعدين بناخذ أسئلة من مايا ومن جود مع بعض. سو جود بس احكي لي إذا البولز جاهزة نبلش نسأل المشاركين. Yes, هلا right away راح يكون راح يطلعوا لايف هم like 2 minutes. اوكي، فاول شيء بنحب نسالكم تقييمكم عن الندوه، بنحب نعرف اذا استفدتوا منها او لا. I think نجود انت ببين عندك اذا تجاوب على هذا السؤال مشان نقدر نروح للسؤال اللي بعده. Yes, sure. بتمنى على الكل يجاوب البولز، رح يطلعوا على ايدكم اليمين. عندنا بس كم من سؤال، a few questions قبل ما نكمل معاكم. اذا في اي حدا ما عم بيطلع له البول بليز خبرونا على الشات. لسه الناس عم بتجاوب. I'm just gonna give another 30 seconds وبعدين I'm gonna close the call. Okay. كانت يارا عم تحكي انه ما عم بوصلها البول. يارا حاولي شوفي على الجانب وين في شات كيو ان اي، المفروض يكون في عندك وحده طالعه على اليمين. اوكي we're gonna open the second question now. اوكي موفينج اون، بنحب نسالكم اكثر على توقيت الندوه اذا كانت مناسبه لكم، مشان احنا عندنا ندوات يعني عده ندوات رح يكونوا جايين، بنحب نعرف اذا الوقت هيك زي ما كان اليوم مناسب، اذا بتفضلوا يكون بين الثلاثه والخمسه بعد الظهر، او اذا بتفضلوا تكون بالمساء بعد الساعه 5. أوكي نجود، تقدر تحكي لنا إذا المعظم جاوب؟ يعني yes I think I'm gonna close it.
again 30 seconds. I'll just give the same time limit for each one. تمام. Okay, moving to the server. I'm gonna open the panel. Okay, بنحب نسألكم على الترينر معنا اليوم مايا، كيف كانت تقييمكم إلها؟ جيد جدا، جيد أو يمكن التحسين؟ You got a great compliment, Maya. Let's see it. I'll be closing the phone now and moving on to the fourth one. بنحب نسألكم عن لغة التدريب. إيش بتفضلوا الجلسات الجاي؟ في الاوبشن محتوى انجليزي القاء انجليزي، محتوى انجليزي القاء عربي، محتوى عربي القاء عربي، او محتوى عربي القاء انجليزي. احنا اليوم كنا محتوى عربي القاء عربي. Okay, close the call. Grace, you may proceed. Okay, sure. في ال two other poll questions بدك نعملهم بعدين. It's up to you. بدك يعني أحطهم هلا؟ I can. If you can, please نخلص كل ال polling مع بعض. ضلنا بس سؤالين سريعين. اوكي، فبنحب نسالكم هل الخدمات البنكيه التكنولوجيه في بنككم اللي انتم فيه وذر بنك الاتحاد او غيره ساعدتكم على تخطي الازمه خلال فتره الحجر المنزلي؟ نعم او لا. في بنوك عندها خدمات بنكيه اونلاين، في ناس ما عندها، فبنحب نعرف رايكم كيف كان يعني your experience بهذا الشيء. Okay, moving on to the last one. تمام، آخر سؤال عنا. في حالة كنتوا حابين تتوسعوا بالعمل، هل بتعتبروا أن الحصول على قرض من البنك لتقدروا توسعوا البزنس تبعكم أنه عبء مادي، ولا بتلاقوها فرصة أنكم تقدروا توسعوا أعمالكم وتنموا؟
And I'm gonna close the call right now. Thank you very much. Thank you for your answers. رح أترككم هلأ مع زميلتي جود دحدل من بنك الاتحاد تحكي لكم briefly about a few services and products ممكن تفيدكم. وبعدين نفتح المجال للأسئلة. وبليز إذا في feedback ما طلع إنه حابين تعطوه ما كان موجود بالpolls feel free إنكم تكتبوا إيش حابين تحكوا لنا على الشات. Thank you. Thank you كتير غريس. صباح الخير لكم جميعا. كيفكم؟ أنا جود دحدل للما بعرفني بشتغل ببنك الاتحاد مع دائرة تطوير المنتجات. راح أبلش أحكي عن البرودكتس اللي منقدمها للشركات الصغيرة والمتوسطة. راح أبلش أول إشي بالكريدت كارد. أوكي الكريدت كارد للشركات as you may all know نحن عنا الكريدت كارد بتبلش من 500 up to 50,000 يعني we have سقف كتير عالي وممكن كلياته هذا بيعتمد على قدي حاجة الشركة للكريدت كارد. طبعا بنعمل دراسة من A to Z للعميل if it's applicable عليه البرودكت. مزايا هاي الكارد منها هاي زدناها هاي جديد اللي هي التقسيط للشركات كان بالأول للأفراد هلأ صار شركات وأفراد بيقدروا يعملوا التقسيط الـ EPP على الكريدت كارد. و if you want في على الويب سايت تقدروا تشوفوا مين الشركات اللي متعامل معها للتقسيط. هاي بالنسبة للكريدت كارد. وإذا بتحبوا تعرفوا الأوراق المطلوبة ما في مشكلة أنا ببعتها to everyone اللي مشارك معنا. Okay or you can call me if you have any extra questions. هاي للكريدت كارد. أوكي هلأ بدنا نحكي عن قرض الشركات الناشئة. You know بنك الاتحاد we support startups قد ما بنقدر وستارتاب بالذات is أكتر الشركات اللي نحن منركز عليها. الستارتاب businesses بنقدر نعطيهم up to 250,000 بالشراكة مع الشركة الأردنية لضمان قروض بضمنوا جزء من القرض. كلياته طبعا بيكون حسب احتياجات العميل نحن بندرس الجاب اللي عند العميل وبرضه بيعتمد على دراسة الجدوى الاقتصادية يعني خصوصاً بقرض الشركات الناشئة نحن بناخد دراسة الجدوى الاقتصادية كمعيار لنا للدراسة. You know عنا بالأردن الـ startup businesses هم up to 5 سنين بيكون عمرهم يعني إذا السجل التجاري مثلاً الشركة أسست قبل 3 سنين أوكي هاي تعتبر startup. إذا الشركة maximum 5 سنين لازم تكون This is considered a startup. Okay. برضو رح أنتقل بعديها على الجاري مدين بلس. الجاري مدين بلس اللي هو هذا مخصص للشركات اللي عندها MAPS أو NI اللي بتبيع through the cards. لما تحوليها أو تحولها على بنك الاتحاد تحولها المبيعات على بنك الاتحاد. We give 50% of the total amount تبع هاي المبيعات السنوية. أوكي وقف يعني إذا كانت مبيعاتك السنوية مثلا 100,000 على MAPS و NI نحن بنعطي جاري مدين up to 50,000 أوكي يعني 50% of those sales تمام. هاي الفائدة برضو بتكون عليه أقل شوي من السقف الجاري مدين العادي because this is MAPS و NI يعني already أنتوا عم تدفعوا مولة MAPS و NI ف we take that into consideration. ححكي بعديها عن أهم قرض اللي هو سلف البنك المركزي. سلف البنك المركزي عندنا بتتجزأ لثلاث أقسام. أول اسم اللي هو سلف البنك المركزي العادية اللي هم تمويل القطاعات الصناعة الزراعة تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والنقل والتعليم والصحة هدول القطاعات جديدة زادوها من سنتين هذا بيكون up to 5 مليون. أوكي الفائدة للي داخل الأردن غير عن الفائدة على اللي داخل عمان قصدي غير عن اللي خارج عمان بالمحافظات هذا بيكون up to 5 مليون والسنوات السداد بتكون 10 سنين. هلأ في عنا قرض الثاني اللي هو قرض دعم الشركات المتضررة من أزمة كورونا هذا بيكون البرسنتج عليه الفائدة 2% بس ولتمويل الرواتب بيكون 0%. أوكي
الماكسيمم تبعه اللي هو up to مليون دينار حسب القطاع، طبعاً تعرفوا كيف مجزأ هو لقطاعات، والسداد بيكون على 24 شهر، زيدوا عليها 6 أشهر سماح، يعني بصفي 30 شهر. أوكي، عندنا البارت الثالث من سلف البنك المركزي اللي هو برنامج انهض. نحن وقعنا اتفاقية مع البي دي سي اللي هو البزنس ديفلوبمنت سنتر والبنك المركزي. They support الناس اللي they want to open a business. فبدربوهم بالبي دي سي for 3 months تقريبا. بيعطوهم training من A to Z on how to register, what to do, what type of company, ايش المتطلبات اللازمة. They do everything. هذا بالبي دي سي. And then بيعملوا دراسة جدوى اقتصادية مع مراكز إرادة. Okay. And afterwards بيقدر يقدم عنا على البنك. هاي الفائدة نفس الشيء تقريبا بتكون عليه نفس سلف البنك المركزي. وبعتمد على نوع التمويل، if it's تمويل رواتب، if it's تمويل مصاريف تشغيلية، بعتمد هذا على طريقة السداد. أوكي، حسب إيش نوع التمويل نحن بنحدد طريقة السداد. If it's fixed assets طبعا ممكن نمدد السداد up to 8 سنين. هذا بالنسبة للبرودكت الإقراضية. وأكيد في كتير products تانية بتفيد كل الشركات، يعني we customize it, we customize our products حسب كل شركة هي إيش بتناسبها. هلأ الخدمات الغير مصرفية، نحن دائماً بنعمل trainings زي هلأ، دائماً نفس الناس أنا بشوفهم تقريباً، يعني إلهام I always see you, I love you كتير, I love your products. مين كمان؟ Who do I see? Anyway, وفي عنا كمان الـ RMs. الـ RMs, I'm sure you all know إنه عنا team كامل من الـ RMs بخدمكم from A to Z. On بمكن برضو يعطيكم advice what to do. إيش كمان يجود؟ في عنا كمان جائزة الشركات الصغيرة والمتوسطة. جائزة الشركات هاي السنة نحنا عشان الأزمة we still don't know if it's gonna happen. بس السنة الماضية لنا 6 سنين عم نعملها. السنة الماضية كانت السنة السادسة. What else do we have? We always عنا دائرة تطوير المنتجات، منطلع دائما منتجات جديدة. في عنا كمان شركات بنتعاقد معهم always كيف نحسن الخدمات اللي بنقدمها لبنك الاتحاد. That's it. If you have أي إشي، أي سؤال، أنا I'm happy to answer. I'm always here. وصح في point أنا نسيتها. طلعنا السنة الماضية بالشراكة مع ISSF بإشي اسمه اتحاد فنتشرز اللي هو باستثمار بالشركات. خصصنا تقريباً 5 مليون دولار لهاي الاستثمارات. وبردو if you want to apply في على الويب سايت تبعنا there's a شرح بسيط عنه و you can apply من الويب سايت تبعنا. And if you have anything please let me know. وإذا بدكم ببعث لكم my number and my contact details. Let me know if you need anything. Thank you كتير. Thank you كتير جود. بتخيل هلأ رح نفتح الأسئلة إذا أي حد عنده سؤال لمايا، وإذا أي حدا عنده كمان سؤال لجود please go ahead. Everyone's available to answer questions. Thank you. في عنا أول موضوع، أول سؤال كان من إلهام تحكي وهذا السؤال إليك مايا، بموضوع سمعة الشركة لا يعتبر تحول الإنتاج مثلا من إنتاج مستحضرات تجميل إلى معقمات مؤثر على سمعة الشركة؟ إلهام بشكرك على سؤالك لأنه هذا سؤال مهم. اللي بدي أقول لك إياه إنه مثل ما قلنا رح نحط بلان استراتيجيك للشورت تيرم واللونج تيرم. اليوم لما بتحولي منتجاتك لتعقيم مثلاً بهيدي الفترة زبائنك رح يقدروا الوضع اللي أنت فيه وعم بيستفيدوا من خدماتك ومنتجاتك اللي بتقدر تعملي مثلاً اقتراح، ممكن تعملي بندلينج أو كوبلينج للبرودكتس تبعولك. يعني لو إجا طلب
على السانيتايزرز او المعقمات، ممكن تبعتي معهم سامبل عن البرودكت تبعك اللي هو منتجات تجميل، واذا انبسطوا من المنتج تبعك ممكن يجي طلب زياده عليه. ان شاء الله اكون جاوبتك على السؤال، بس اكيد ما راح ياثر نيجاتيفلي على الريبيوتيشن او على سمعه شركتك، راح ياثر بوزيتيفلي، لأنه عم بيعرف الزبائن أنك أنت وقفت معهم بهذه الفترة وعم تهتم بصحتهم. Thank you, Maya. جود كمان من إلهام في سؤال ممكن لك، بتقول هل ممكن تقديم عروض من خلال بنك الاتحاد إذا نحن عملاء للبنك من خلال استعمال بطاقات الائتمانية من البنك؟ Hi, إلهام. Yes, of course. إذا بدك I'll call you today and we can arrange. ما في مشكلة. في كمان جود يارا النجار بتحكي can you please send me your number to contact you and thank you. Yes. هلا I will. في أي حدا بحب يسأل أي سؤال before we conclude؟ اللي بدي أكون إياه بس لأذكر كل المشاركين معنا إنه نحن رح نبعت ولا تقدروا تستفيدوا منها وتشوفوا كيف بدكم تحطوا استراتيجيك بلان تبعكم للمدة الشورت تيرم واللونج تيرم. وريلي بشكركم كثير على مشاركتكم وعلى وقتكم وعلى اسئلتكم. في حدا عندي بعد اي سؤال؟ بس بدي احكي جود has shared her email address على الشات to all participants so you can all contact her through the email that she has posted. لأي حدا مش قادر يشوف الشات، بس مشان قبل to conclude الإيميل is j.dahdal@bankalittihad.com وجود number is 07960-22216. إذا ما في أسئلة I think we can conclude, Grace. Thank you لكل الحاضرين معنا اليوم. Thank you مايا كثير أبدعتي الصراحة. Thank you. الكونتنت كان عظيم. اللي بحبه بالكونتنت تبعكم إنه مش بس بحكي عن ثيري، بحكي عن أشياء practical، الأشياء الواحد بيقدر يعملها بالحقيقة مش بس إشي بقرأه. فكثير بحب أشكركم على وقتكم وعلى جهدكم وكل اللي حضروا معنا اليوم. بحب أحكي للكل إنه إحنا كبنك الاتحاد رح ننشر الويبينار هذا على اليوتيوب بيج تبعتنا probably within the coming week or two، so اللي بحب يرجع يحضر، اللي بحب تشيرت مع زملائه رح يكون available الأسبوع الجاي أو اللي بعده. برضو رح يكون عندنا كمان sessions بالتعاون مع الـ IFC، رح نبعت invitations للجميع زي ما وصلكم الـ invitation على هاي. ونشكركم على وقتكم وعلى جهدكم أكيد. شكراً لكم. Great. Thank you لألكم وشكراً للparticipants.